جزاكم الله بالخير جميعا. يا مهدي ابو علي. نعم. عم الله عليك وعلى اخواننا المشاهدين والحاضرين. نعم. مهدي لو سالناك انت هوايتك يعني في القصيد او في القنص او في البحر او في لا والله رغبتي انا في القنص يا ابو صالح. رغبتي في القنص. في القنص. ايوه. القنص الحين في القنيص الاول يعني كانت ولا القنيص؟ لا والله لا والله يا ابو صالح مين مثل هم الاول؟ مين مثل هم الاول؟ القنيص من الاول يروح على الصقار من تطلع عين الشمس لين تجي وطالح مستانسين منه مستانسين اخوياه الان تسمع الحين يدوق الصقار من تطلع لين تغيب يلا يهد له ما عدا وما هدي. صح. ما هو مثل ما انت بخابر ماش ما الحين ما يوافق الاول له رغبه. اي نعم له رغبه والصيد متوفر متوفر. اللي في الدبدبه هذه الدنيا بها طرف الشق يصيدون الحباري وضبة فيها من يوم ممكن تعبر على الجبو هذا على حرم الله على محلاتنا هذه على ديارنا هذه عشان الشيد امين ويعز حكومتنا تجمع اللي وشعبنا تجمع بها المجال تبقين ومستانسين دايب ومش رح خاطرنا ما علينا تجمع ليه من يوم اننا نطلع من الحماطيات هذه من يوم الصقر ريحت والبدو اللي شايلين في مظهوره يرمي ومستانسين في غنمه ومستانسين في دبشه. صح صحيح اليوم يكون اليوم كثرة الحركة والصيد نزع نزعت أشباب السيارات سيارات وعمل وحصاية وأشياء مين الأول أول قفر صح. أول ما يستدير لا الطير ولا أنا خابر لك واحد من المواطنين هو يقول آخر زمن والطير نربط سبوقة خرزة يوم يوصف على شيهانته يقول همنوتي يوم القنا سبوقة موسم هذاك اخر زمن والطير نربط سبوق ما في مجال يكون اما انك تسافر من بلد ثاني والبلد الثاني اللي بتسافر يعني حق قنص وما قنص تستانس منه اولا اي نعم المراكز ما ترخصها بسهوله اي نعم من مثل والقناص يبي الدقيقه اللي يقف فيها يبي يروح يمرح فيها زين ابو علي هل في عندك حافظ من الشعر شيء كذا؟ والله ماني حافظ شيء الا رغبت بس اني رغبتها فيها مراجعه. زين لو سالناك عن عمرك يعني افتكر لا زغر عمرك انك ايش كثر يعني؟ ماني صغير. ماني صغير. ماني ايش كبرك اكبرك ولا حمود؟ حمود؟ ايه حمود بن مطلق حمود بن مطلق انا الله اعلم ان متواقف انا وياه. لا يمكن حمود اكبر من عندي. ما من فرق انسان يعني بيني وبينه حلو السنه واشباهها ولا ما حمود سمع عمرك حمود انا عمري 53 او 53 53 سنت الجهره ايش كبرك؟ ست جيت او ما جيت؟ ما ادري والله ما اذكرها ها؟ ما اذكرها اي ما قيل الجهره وانت سنه خرجان تقول انا سنه خرجان سنه خرجان بين خمس سنين الله اعلم انه 48 سنه اي بين خمس سنين او كذا اي خرجان ابناء اخوي وانت حمود عندك 53 سنه وزيد اي اخوي عقبي ما اخوك خلى اخوك ما احنا سالناك انا قبل ها؟ انا قبل خرجت انت سنت 53 سنه تقول او 54 سنه 54 سنه 53 حلوه تجاره يعني اما سنه الجاره وعقبها بسنه نبعد عنها اي يلا حسن الخاتم ما عليه كلنا الكبير والصغير كله راجع ما عليه بس يقول الفعل اللي على قولة النصب تجوز اعماله واخلاقه مع الناس وهذا ولا ولا ابد ها؟ طيب يقول راعي المثل يقول العمر مثل الحبل اللي مذبوب ورا جدار تجر علينا متى ما يطلع راسه ما تدري متى يطلع راسه هذا ما ينقطع ها؟ ما ينقطع هذه لا يقول يعني ما تدري انا اتلاه يعني صالح طلعنا بالمقناص هو معنا وانا عبد السيد اي انا ابي سالفتكم معاكم الله يرحمه عبد السيد مبارك عبد السيد ياسين رحمه الله على الجميع يا جماعه اسمع منهم زويد زويد الصالح زويد الصالح هم توفى بعد ومحمد الشريف اي والفليح ابو عامر اي ابو عامر جماعه بعدين صار عنده تغريز السياره وصار وياها تعطيل السياره زين غرز السياره تمام عقب ما غرز انتم وقتكم شنو وقتكم؟ وقتنا قيل 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 زين شو تكون رتلنا ضبيات فيها شقق هذا اللي ورحنا بنتلقف القير القير معنا سيارة واحدة نصاب
نصارى الدليل نصارى العرج العرب. الله يرحمه المسلمين. يقولون المثل يقول يكمل الرجال 40 يذكر ربعه الميتين اكثر من الحيين. صح هو صحيح. صح. ايه. الحين اللي عديت من اخوياك 5-2 منهم حيين. الله يرحمه. بعدين صار عنده تعطيه سياره فاخذنا حنا عنه السياره الثانيه. ما احنا موجودين حنا معه سيارتين انتم سيارتين. نعم. صار عليها التعطيل هذول. قال يا حمود ايش رايك الحين حمود هذا انا حمود هذا ايش رايك الحين لو ناخذ لنا قوري ونحط فيه ماي ونروح ندور اخويانا هذولاك بلكة نحوش سياره بلكة نحوش بعيد. سيارتكم مش فيها يا حمود؟ خاربه ولا مغرزه؟ خاربه ومغرزه. وانتم اخذكم ماينكم فيه؟ احنا فشكك المخل في الشمال ده ها؟ في حومه من فوق حومه في حومه وخلونا انا والعب فيها. محمد وزوجي دور لنا سياره. والعبد بجلقاه وين حاشمون. زين انت ايش تقول انا الحين رجع لهم هذه يسولف لنا السالفه لانه هو اللي جابها بالاول. بعدين هذا قال خلنا نشيل الغوري. يقول عبد السيد خلنا نشوف تشبه بلكة نحوش النبعير بلكة نحوش الناحه الطرق ينقذنا. صح. قال حمود لا مو براي الغوري ما نقدر نشيله ينزل الماي منهم خلنا نشق التاير ناخذ التيوب هذا نحط فيه ماي. هم هذه فكره. اي والله. اي تاخذ التيوب وكنت تحط فيه ماي. قال يا حمالي العب قال اي هو صحيح لكن الماي بتشيلونه عاد تالي صارت شقوا التاير ولا ما شقوا التيوب بحاله لقينا احنا بالسياره احنا مش عبينهم ظهرنا عليه لهذه سيارتهم ان شاء الله عليهم نطلع سيارته حق ما طلع على سيارته ونلقيك حاضرين احنا وياه وسلامتك. زين مهدي في بن بصري انت لحقت عليه وعصرته بعد يكون وقت اللي هو فيه شاعر هو وراعي قلطه هو صح طال عمرك صار بينهم محاورة هو ويا من ويا هو ويا مفرح فرح هرشاني هم بعد ما تنالنا راجعين كلها اللي تعبوا ها حمود يا ويلي من الموت ويلا الله يرحم الحال يا سيف انا بدله وهو مجذبيني امه قاعد بالدرب لين النياطه ولا قعدت ولازم انه يجيني دورت انا عياه روحه ولا القاه كل جاء روحه من الطيب الموت ما لك زين ايش تقول سالت انا كنت من شيارته انا مفرح يعني حضرت المحاورة اللي صارت بين بالقلطة هنا نعم صار المبتدا من عبد العزيز البصري البصري رحمة الله على أمة المسلمين ايش قال؟ قال هذا قمر خمس بين زين محلهم اللي لعبوا فيه وين؟ بالجهرة ولا في لا في براحة بن عويش في البراحة المجتمع في المرقاط قال هذا قمر خمس بين والقبائل تشوف ايه من طالح ايه هذا قمر خمس بين والقبائل تشوف سلام رديت من جاش ردادها اللي هو من بصري من بصري ها قال مفرح لا تشيلون للشيال لا تشيلون يا مرحبا يا المهلي عدها يا الصوف اللي تحب المواجف عقب مقعادها فرد عليه ابن بصري قال الليل هالليل الدعوه تمر وتطوف الكلمه الطيبه هي حظ من قالها هي حظ من قالها صح فرد عليه مفرح قال يا كاتب احرص على نزل لها بزين الحروف وهي ليله عدها الله ليله عيادها فرد عليه ابن بصري قال يا من القلب يقول ابن بصري من القلب انا من المعلوق تقول مخطوفه العين مفرح طارد لها بلادها طارد لها بلادها صار مغربين هم قال مفرح اذم وسط البلاد اللي تهز الدوم ماني بلايمك باغر رستن هذا وسلامتك هذه اللي بينهم ما تحفظ له شيء ابن بصري يكون من التراث الاولاني اللي كان ما تحفظ له شيء والله انا ما حضرت الا على هذه اللي كنت انا وياه زين هل حفظت لي مصاري شيء من هذه؟ صيدا صافي بحرا صافي ما حد يقدر على مصافي اي لو كان ما غرفت من البحر هذا شويه لو طازه لو والله ما والله ما ادري ما غرفت شيء زين عافاك الله يا خيص نعم طبعا نعم الله عليك وعلى الحاضرين المشاهد إيه عندك انت قصيده من هيله تقول او من سالفه عندي سالفه طال عمرك وعمر السامعين والمشاهدين نعم والمشاهدين نعم لسمير بصلي سالفه قصيدتها ايه فهو ايام موسم القنص مقانيس يعني مقانيس رجال يقنص اي هو متولع في القنص يحب القنص ايه فهو في موسم القنص من سنين سنه من سنين قنص جاب يقنص في اخر عطلته رخصته يعني في اجازه هو في اجازه اي أيوه وجاب يقنص ومتاخر زين اي متاخر اخر 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 رخصته اخر اجازه اي يوم جاب يقنص فعرضت عليه والدته انه ما يروح اخر الاسبوع هذا انه باقي عليه اسبوع انه ما يروح انه يتريح فقال لازم اقنص انا
لو تريحت اخر الاسبوع هذا وجاني الدوام اني ماني قانص بالدوام يعني بقلص في الفرصه اللي عندك بقلص في الفرصه صح اي فقالت امه ماكو مانع اقنص لكن هالطيور اللي هذه اللي مش جيتك هذه اقنص عشان تجي ان شاء الله ما معك منهم ولا واحد دعت على الطيور دعت على انتم ان شاء الله تجون سالمين والطيور ما يجي معكم منهم ولا واحد فهو قنصهم تبي يستريح الطيور شقع صح ايه فهم قنصهم يوم جم القناص ان شاء الله غدا الطيور غدا الطيور كلهم غدا غدا كل يوم حلو زين دعوة اي ناس والد غدا الطيور كلهم ايش قصدك جا شيء في مكان اللي غدا فيه فيه رجم طويل فراح راس الرجم عدى الرجم عدى الرجم يلوح بالملواح ويرمي يصيح غدا يجينا الطيور الطيور ما جن ما يصيح زين راح نزل من الرجم فقال لها قصيده شو يقول يعني يقول عديت في راس النبى تقل فزاع فزاع او تسني اللي غاديات ارتابه رهابه رجم طويل عال يبرح القاع وقفر ان لو ناس خال جنابه خال جنابه اطوح الملواح باع بثر باع وصيح وادعي طير من اللي غدابه جثر المناتب لبرق الريش هلاع اقف ورا خرب غدا وانت حابه انت حابه حل العصير ومن قدم وجهنا فاع وما عليه وما يتم من قلابه من قلابه وعودت من راس النبي الوجه من لاع غير التعب والبرد ما شفت ثابه الله لا يدري ترى الطير لا ضاع اثره يضيد خاطر اللي شقاه صحيح الله لا يدري ترى الطير لا ضاع اثره يضيد خاطر اللي شقاه امس غدا مختار واليوم فراع ولا تنهى لدعوه المستجابه امس غدا مختار واليوم فراع فراع الطير واحد اسمه مختار واحد فراع مختار امس غدا مختار واليوم فراع عزل انها دعوه عزل انها دعوه المستجابه دعوه الوالد استجابه دعوه الوالد صحيح سلامت عزل انها دعوه المستجابه صحابه سامح راعي وصيح الطير وصياحي على على عيون العرب سني على طير عاد شاعر يحرف على كلمه والطير صح الرعيه متولع لا تولع يقول ايه اظن انه والله من اشعار القديمين يوم يقول الطير ما هو خلفة الوغد الطير لكن المهم ان بنيه المهم ان لهم لهن عده قصايد الطيور لهن عده قصايد يا حمدان نعم انت كان ابو صالح سميني حمدان اسمه ابوي كله غادي باثنين من دل زين في عندك انت يوم انت سافرت من وين رحت؟ والله سافرت العام انا ويا فرحان بن حيمان الخريمت رحنا يوم شيراز هو اخذ عائلته معه نعم وانا خويت انا وياه بعد ما جينا هناك ويامر الله يصيبني هاك المرض سخنت يا رجل اي نعم ادى لي المستشفى وابتلش فيه وعياله معه اي مع الجهال مع الجهال في المستشفى وانا تنومت في المستشفى اي قال يا طبيب انا الحين دخلت رفيزي وبطلب منك بس انك لا تسوي عمليه لين ودي ارجع يعني هم يجرون لك عمليه اي بيجرون لين يرجع عيال هذول الجهال هم اهلي ما اقدر اقعد عند الجهال ولا اقدر اقابل صاحب رفيزي صح بودي الجهال وديهم للبلاد للكويت ايه قال ما يخالف يومين ما ان شاء الله له خطر بالحيل وما يخالف يومين اصبر عن الرمال زين بس تذكرته الرجال ورجع العيال يم الكويت جابوا الكويت وجابوا نهار هو جايني والطبيب يسوي العمليه والحمد لله سلمت العمليه نجحت العمليه وسلم ايه ف صارت العملية والأجور أكثر من اللي أنا معي المبلغ نعم و... يعني ما يهمك شيء ما حسبت أنك تبسوي عملية لا والله سافرين سافر جديد أخذ أخذ المرض أي زين و... ودفع الأجور كلها هو أي نعم وجيت أنا وياه جاء هني بيضل. يوم أنه وصل هني ورجع حالا قالهم أني فرحان وجه هني وقال هزاع دخل المستشفى وصل الخبر بعد أخوي وطار وراه يعني جوك اثنين لا جاني فرحان قبله قبل اخوك اخوك جاء عقبه ها جاء عقبه يومين حطلتها تدري التينه وبعد ما جينا الحمد لله وجملها الله طيب وسد عنك سد عني كل يعني النوايب رديت لي فيها قصيده شو يقولها؟ يقول هذا الضمير وهذا قلبي منك صح مثايل تطري على كيف بالي اليطرة زين التماثيل قلناه في موجبه نقول زين المثالي زين المثالي القول هو الفعل جميع محلاه اليد بتصحت كلام المقال
اقولها في صاحب رحت وياه فرحان بن حيمان لجل مجالس. نعم بالطيب. اقولها في صاحب رحت وياه فرحان بن حيمان لجل مجالس. يعل صدفة المنايا تعداه والله يجيره مصدوف الليالي. قعدت بدار الغرب يا علي لولاه عند الطبيب ولا تسرك حوالي. يقول خويي لازم ما تعداه عليها بدا من عيالي ومالي. يقول خويي لازم ما تعداه عليها بدا من عيالي ومالي. لا خير في مال على غير معناه وخويي يبدا في سلوم الرجال. صح. لا خير في مال على غير معناه وخويي يبدا في سلوم الرجال. دفع 3000 من جيب مخباه ويقول لي يا ابو علي لا تبالي. لا تبالي. دفع 3000 من جيب مخباه ويقول لي يا ابو علي لا تبالي. لخاب ظني في صديق نصيناه وصل عياله للبلد ثم جالي. ثم جالي. لخاب ظني في صديق نصيناه وصل عياله للبلد ثم جالي. 4 ليال النوم هم ما تهناه يمشي النهار ولا يبات الليالي. ولا يبات الليالي. 4 ليال النوم هم ما تهناه يمشي النهار ولا يبات الليالي. عند الكويت اصبح وشيراز ممساه والشمس يمشي ما قعد بظلالي. ترى حالة الرجل مثله وشرواه في الموجبه ينقل حمول ثقال. ما يحتاج. ترى حالة الرجل مثله وشرواه في الموجبه ينقل حمول ثقالي. ولا الردي في الموجبه تقصر خطاه ويبيع درب المرجله بالريالي. بالريالي. لو كثر ماله دايم يلوم دنياه ما يدري ان مرده للزوالي. للزوالي. ويعيش ابو سراح يوم الخبر جاه حرم شراب حرم شراب مكرمات الدلالي. مكرمات الدلالي. اخوك. اخوي مطلق. يعيش ابو سراح يوم الخبر جاه. حرم شرابه وكرمات الدلالي حتى يواصل رحلة الله فاجاه ويقف على حقيقتي وش جرالي. وش جرالي. خذ الجواز ودفتر الطب خلاه سافر وخلى الجرعتين التوالي. صلاة ربي عدوى بالنثر ماه على رسول عند الإسلام غالي. الله سلام. الله عند الإسلام على رسول. أقول أنت الواجب. أما الأخو واجب. أما ذاك صاحب يعني أهم طيب الناس هو واجب بعد لازم هو واجب لكن أهم طيب بعد أهم جماعة مع الواجب طيب لكن هو مع القصيدة أدى واجب ها؟ أدى واجب والله حنا متقصر الواجب أكثر من الواجب إذا نديه لكن لو كل اللي يشهد ما شاف أي صح كل اللي يذكر ما شاف نعم والطيب سنة والردة سنة الطاش اللي يريد يجود ما هو مردود يعني كنا الطاش سهل ايه طاش تمشي والطيب كنت ترقى لك ظل سند ايه اما خساره ولا تعب ولا خطر ولا مهالكه في الروح يعني هذا الطيب ما يجي الشكل ما بتقعد على البساط وتبي تحصل كلمته النعم ما تصح ايه الطيب ما يجيك الا شايد اما يقول للمراجل ما تهيا هالسويه خذ من عضل واجد في سوى الله الله حكم يا جماعه ما ظهر فيكم حميه سيف صياح الضحى ما تسمعونه ان بغيت البخل ضرب الجود عي حالهم مرضى النفسي بالمونه. فلها سالفه ان هذه هم مرهم رجال يعني تداورونه وهو رجل نازل بينهم ابن عمهم ونازل بينهم ولا بيده شيء. ما بيده شيء ما عنده حلال. حالته يعني. والرجال هذا يتداورونه كل اللي يجرنا خرفان يذبح له. هذا ما عنده. يوم جاء ذاك النار وشاور المراه. قال امرته يا بنت انا ما عندي غير الذلول والجمل، الجمل لس وذلولي تبيني اذبح ذلولي ولا اذبح جملي ولا اذبح الجمل؟ قالت لا والله ردت لها السوالف هذه الا اذبح الجمل وخل ذلولي، ذلولك لك تروح فيها وتجي. قام وذبح الجمل، عقب ما ذبح الجمل واستدعى ضيفه وضيفه واكرمه قام بعضهم بعض جماعه اللي كانوا حاضرين عنده يلومونه هذا خبل هذا كيف يذبح الجمل وتيف وتيف يعني ليش ما اخذ له دور له راس نعجه هذا بيزيد وهذا يبي الزود هو ما صيد الزود ما عنده شيء ما عنده غير هالبعض يقول ان بغيت البخل يا جماعه ما ظهر فيكم حميه سيف صياح الضحى ما تسمعونه تشوفوني يوم اني اضحى امي بديني ما عندي شيء يا جماعه ما ظهر فيكم حميه سيف صياح الضحى ما تسمعونه ان بغيت البخل درب الجود عي حالف مرضى النفسي بالمهونه المراجل ما تهيها السويه كود من عض النواجد في سنونه عاد طيب سنده كلام الحكم اي نعم يلا كلام يا باتل نعم باتل اخوي احنا يمكن ان نعتزكم يعني لو نشوف ونوري اخواننا المشاهدين الجيلسي وتضمن قصيده شويه الجيلسي شكل الجماعه الموجودين كلهم فيهم بركه ها؟ ايوه
لا جيز إن شاء الله ما أشيل عنكم هذا اللي نخليه. يلا توكل على الله. على ما. يلا محمد ما انت غنى عليك جاكم بابا علي يلا توكل على الله الحمد لله ليك. قولي يا مال فرق العين يا مراح 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 يا وطيتك عيوني يهبل النيل يا وطيتك عيوني يهبل النيل يا وطيتك عيوني يهبل النيل يا وطيتك يا وطيتك عيوني يهمل النيل 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 روحي يا مراحي تبغي جمع الأرواح 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 على عشرين حمس علي عني 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 ونيت يوم قال سوق وارواح ونيت يوم قال سوق يا ونيت يوم قال سوق وارواح 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 يا باي جفوني بالمجمول عني 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 يا بايقفوني بالمجمول عني يا بايقفوني بالمجمول عني يا بايقفوني بالمجمول عني يا بايقفوني بالمجمول عني يا بالمجمول عني يا بايقفوني بالمجمول عني لعلي دارين نحر زين على الرياح 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 علي دارين نحر زين على الرياح يا علي دارين نحر زين على الرياح يا علي دارين نحر زين على الرياح يا علي دارين نحر زين على الرياح عليها عليها يهمل النيل عليها عليها يهمل النيل على السحايب 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 عليها يهمل النيل هي قواكم الله العافيه الله يسعدك ابو علي نعم الله عليك المجلسي يعني اساسه ومجلسي شكل ولا يصير صفيت لا شيء شو تجمع لك يا صفيت صفيت نعم صف نساء وصف وصف حريم إيه؟ صف نساء صف رجال صف رجال صف رجال انت عمر عاشم بوارك زين مجلسي لشنو يجلسون قاعدين عليك مجلسي سمع مجلسي لانه صفين يعني صفون نص صفين وقاعدين مجلسي وقاعدين قاعدين ايه قاعدين نفس القاعدين هو يصلح للجميع يصلح للجميع رجال ونساء زين مثلا الفريش نيلة الفريش نيوب لا طريقة تشمل غير طريقة لا طريقة ها وقابل زين أكثر ما يستعمل الفريش نيل هذا من قبائلنا شنو الجيسي هذا يعني الجيسي هذا كل أرغم ما يصير له تجمع بنتين كل بها شعبية تجمع كل ترغب يعني كل كل البادية تجمع هذا كل الكويت النور كل الكويت النور احتفال العرس اللي صار مثل العرس يعني المعرس أهل المعرس
والمعرس طبعا الله يقوم بشانه ذيك الليله لكن مثل اهل المعرس احتفالهم شو يصيروا شو يسوون؟ احتفالهم في مثلا تجمع يعني بالرب اول الرقصه تجمع اول برايسني وبعدين يصير تجمع جلسه مجيشي يستانسون عليه يعني هذا فرح الله يسلمك يا ابو صالح. لكن لو سمحت فيكم يكون اول فريسني وبعدين وقلطه وبعدين قلطه زين في ناس طق سامري شيء كذا ايه في اي العرب تسمع الاول القديمين من الباديه يعني طق سامري ولا لا؟ لا رغبه الباديه لا الباديه لا ما يتصل يكون بس سامري مختصر على الحضر والدروية هالغرة زين هل شو تفضل يعني المرة الأولانية أو يعني عرس الأولاني أول عرس الحين أي أحلى طور وكذا؟ شوف كل له رغبة حنا نقول الحين تسمع أن الحرمة اليوم يعني قبل العرس مثلا يصير له يصير تجمع تطبيب نساء وهاللون يعني الحين ما يرقص الحين اول كانت تجمع يعني ايه والحين لا العرب تجمع منعوها الحين من منعها؟ من حبوا تجمع الرغب تجمع النساء ما يصير لها تغير لا كل اللي عاد ماكو ماكو شيء ممنوع ماكو شيء ما رغبه بس يخل يعني في الكرامه او شيء لا بس الرغبه لكن ايه العادات القديمه تغيرت صار فيها حرام شوي زين المعرس قبل يدش بيت المرأة زين والحين لا الحين برغبتها شلون رغبت اخوه من حبه تسمع يدش بيت ابوها ولا ما لزوم يحط بيت اخوه وتسمع تجاب له يعني مو مثل في يعني كل الناس ها كل الناس لهم لهم عادة ولهم طريقة في ناس ياخذ اوراق فيها شهر العسل اي ناس يعمل احتفال وفي ناس يعني صح على كل الله يقويك لكن مثل المرأة الأولانية أو المرأة الحين يعني أي فضل دور يعني المرأة الأولى أو دور المرأة الحين اليوم العرب تقدموا اليوم العرب من أول تسمع فيه لا بديدة بداوة تسمع عرب تسمع ماي لأن تطورت بلادنا لله الحمد لله اليوم الرجل اللي ما يعرف حتى يقرأ ويكتب راح تعلم وتسمع ودرس وحوش خير لا خلوا الرجل احنا نقصد عن المرأة كانت قبل يعني أفضل أو اليوم أفضل يعني قومتها لخدمة المجتمع يعني خدمة المجتمع اليوم خدمة المجتمع اليوم صح اليوم ايه لانها اليوم. تقوم باشياء تقوم بشيء واجب اي نعم والمراه قبل حدها اختصارها البيت ما غير شيء والطيبه بنت الحلال المستوره هي اللي يقول لها قال لها ونعم اللي كذا اليوم المراه صارت لها شؤون وسيعه شوي ولها خدمه اكثر ولها اطلاع يعني اطلاعها صار اكثر لكن يا مطلق نعم الله عليك لو تونس شوي على الربابه مشان والله اللي عندك رغبتكم اللي يعني تحبون انتم المشاهدين والله احنا ما لنا رغبه الا رغبتكم ورغبه اخواننا المشاهدين وطبعا لازم نعرض عليكم توكل ونشكركم ونشكر الجماعة اللي حضروا ونشكر اخواننا المشاهدين اللي يتابعون مشاهدة برنامجنا هذا كلهم في بيته ومحله واحب اقول لابو علي شكرا يا اخوي على حفاظتك فينا يا مرحبا يا اهلا اخواننا المشاهدين مع السلامة وتمنياتنا دائما لكم طيبة وفي امان